انا اقترح اليوم فكرة على حرب تشرين. من انتصر في الحرب؟ نحن ام اسرائيل. انه ما هو المطلوب او ما هي الطريقة الناجعة لإعادة العراق حتى لو كان يعني تربيع الى وضع صعب من كل النواحي. يعني وضع العراق. راح نبدأ بحرب تشرين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حقيقة فرصة طيبة، أنا ما كنت ناوي أن أو ما كنت أعرف أنه يتكلم أن يقترح موضوع على هذه المنصة. لكن اليوم ذكرى حرب تشرين هي إحدى الحصارات المشار لها في قائمة الصراع العربي الصهيوني، وبالحقيقة يعني أفرحتنا جدا كجيل عاش الهزيمة في 5 حزيران 67، ثم جاءت 73 بصيغتها المزينة للإعلام، الحقيقة كانت لتضعنا في يعني في مقدمة الذين يشعرون بالزهو والنصر على إسرائيل، إلى أن حدث الجيب الذي أحدثه شارون في ذاك الوقت، وتم الاتفاق على الجيش المصري القادم على ما أعتقد، وحدث ما حدث. لكن هي كحرب وكمعجزة عسكرية إذا صح التعبير بالنسبة لعبور قناة السويس وتحطيم خط الريف المنيع، كانت الحقيقة نقطة ضوء في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ونقطة ضوء أيضا في المدرسة العسكرية في عموما في العالم، أنه هذا الخط الذي كانت تتباهى به إسرائيل، وكان ضمن الأجندات العسكرية العالمية، يعتبر من الخطوط المنيعة جدا التي لا يمكن اختراقها، تم اختراقها بإمكانيات الجندي العربي المصري، وطبعا بإسناد من القوى العسكرية الأخرى التي كانت موجودة في الجبهة المصرية، ومن ضمنها سرب الطائرات العراقية المقاتلة على ما ذكرت أحد الضباط اللي كانوا مشاركين في هذه الطائرات وفي الضربات الأولى التي أوقعت ثغرات كبيرة في خط الريف وفي خطوط الإمداد التي خلف القوات الإسرائيلية خلف الخط. السؤال المثار بعد سلسلة الأحداث التي مرت بالأمة العربية، حقائق حرب تشرين هل هي كانت كما صور لنا في الإعلام تخطيط عسكري دقيق وسرية تامة من قبل القيادة المصرية حتى حلفائها العرب يعني على الجبهة السورية وغيرها كانوا يعلمون بالتوقيت، أم هي جزء من عملية تحريك كما سميت في الوقت اللي كانت في عام 73؟ أنا أذكر قيادة الحزب في العراق، حزب البعث، كان هي كما نسمى حرب التحرير، الحزب سماها حرب تحريك، وما أعرف هل كان هو في توصيفه دقيق، لأنه الحقيقة بعدين كلنا دخلنا في نفق أو في هاوية اسمها هاوية الاستسلام والتوقيع على اتفاقيات بدأت كان ديزك، وما أعرف راح تنتهي الحقيقة، لأنه أنا بإحساسي الداخلي بقراءاتي البسيطة أعتقد أن إسرائيل حققت مكاسب كبيرة من حرب تشرين، والعرب لم يستطيعوا أن يستثمروا ما حدث في حرب تشرين، حتى الانتصار العسكري لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه، وبثغرة بسيطة حدثت من خلف القطعات وبجيب بسيط استطاعوا أن يؤسسوا الجيش المصري كاملا في صحراء سيناء، وبالتالي تم التوقيع على اتفاقية عقوبة القطاع. هذا ما أنا أتصور عن الموضوع على بساطة وبدون تحضير الحقيقة، لكن أنا حابب أنه يعني تسترجعون ذاكرتكم وما تحتفظون به من ذكريات ومن آراء ومن قناعات بحرب تشرين وتجلياتها على الواقع الحالي. أعتقد تجليات كبيرة، إسرائيل باتت دولة معترف بها حتى من الدول العربية والأمم العربية سواء المحيطة بها أو غير المحيطة بها، بات عندها حقيات تجارية في
كثير من دول الخليج العربي هذا بخصوص القطعات العراقية اللي كانت موجودة على جبهة سيناء. العراق شارك بالسربين أو ثلاثة هوكر هانتر وهي طائرات مقاتلة وقاذفة بريطانية صن، وكانت خصائصها الحربية هو طيران منخفض، وطيران منخفض هو عامل مهم جدا حتى لا يكسر الرادار. بالإضافة إلى كانوا كتيبتين قوات خاصة عراقية موجودة في مصر، بالإضافة إلى قطعات عسكرية من السودان والجزائر والمغرب شاركوا، بس يعني المشاركة العربية هي موجودة. أنا بنظري الشخصي حرب حرب أكتوبر على مستوى ضباط أكفاء مصريين بقيادة سعد الدين الشاذلي ونازلة هم بمعنى القيادة ومعنى الوطنية، بس ما كان فوقهم يخطط لأمر آخر. مساعد وزير الخارجية الأمريكي لارنس يسموه مساعد وزير الخارجية المقرر استدعانا من طلبة الجامعة العربية، يعني كنا نتكلم مع الدولة العربية، وكان الرجل آسف راح أقول عبارة غير مؤدبة ألبسس لم يكن مؤدبا، لأن دخل علينا وفي فمه حوت وإحنا قاعدين على مدرج، قال واحدة من سعاداتنا أن استطعنا أن نروض العرب ونجعلهم يذكروا كلمة إسرائيل بدل الكيان الصهيوني. تدري سعد الدين الشاذلي قضى جل عمره مبعدا في الجزائر، ثم عندما عاد في زمن حسني مبارك حكم وقضى في السجن 3 سنوات وظلت صفحته بيضاء. فأهي حرب تحرير أم تحريك؟ أنا مع التحريك. أنا مع حرب التحريك. ليبيا أشكول بعد 67 قال انتصار واحد هزيمة أخرى ويصل عبد الناصر. أما الموربين الذي أعطوه عبد الناصر استقال وقال أنا أتحمل المسؤولية على الهزيمة وعلى التلفزيون ورجع عبد الرحمن هارف والعالم بيض الحثة ورجع. فتوفى عبد الناصر رحمة الله بال70 وبقت الخط بالي. خط بالي قالوا عنا أنه لو اجتمعت الهندسة العسكرية السوفيتية والأمريكية على أن تخترق ما تخترق، وهذا لا يمكن الحصول في يوم من الأيام بسبب الحرب العالمية. أندروبوك كان رئيس الكي جي بي ويكي سنجر كانوا على هامش الاجتماع أنه لازم نحضر العرب إلى نصر صغير يرفع عنهم آثار الهزيمة مقابل يعني عبور قناة محدد مقابل السماح لروسيا أن تتمدد في حتى في افريقيا. كان اثيوبيا ما اثيوبيا صار اللي صار. فاكو شق بالعمليه وشق بهذه الحرب يجب ان نفتخر به، وهي امكانيات جيشنا العربي وقدره الجندي المصري وشغفه الشديد لعبور القناه وتحقيق النصر بعد فتره طويله من الانتظار المهين على الضفه الثانيه. نحن يجب ان نعزز من مساله مهمه اسرائيل تستخدمها حقيقه، وحتى كل أعداء اللي ممكن نوصفهم أنه أعداء تقليديين أو غير تقليديين للأمة دائماً يحاولون أن ينتقصون أو يشتفون روح النصر لدى الأمة العربية دائماً. هذا هدف رئيسي. أنا أعتقد يعني حتى بعد الحرب العراقية الإيرانية كان هدف رئيسي لدى دوائر معينة أن تشتف أو تقتل روح النصر لدى الجندي العراقي والشعب العراقي بشكل عام بهزيمة نكراء لا يرفع رأسه بعدها. روح النصر مهمة جدا، وأعتقد مسألة حرب تشرين واحدة من دروسها المهمة انعززت من روح النصر لدى الإنسان البسيط. وحتى لما رجع الطابة بالمفاوضات الإسرائيلية المصرية أو الصهيونية المصرية احنا افتخرنا بارتفاع العلم العراقي على طابة. احنا كل جزء من العزيز ولا نشكك بدماء 180 ألف مصري طفت أجسادهم في مياه القناة. هذه جريمة لا تكتفر. الفلسطينيين عايزين يحرروا بلدهم. لو هم عايزين يحرروا بلدهم ليه ما بيوحدوش القيادات بتاعتهم علشان يقدروا يعملوا الخطوة الأولانية اللي بيها العرب كلهم يقدروا يساعدوهم علشان نحرر القيادات الفلسطينية؟ احنا كلنا نتمنى طبعا أن الفرصة ترجع عربية، وكلنا عايزين فلسطين ترجع تاني زي ما كانت الأول ونتخلص تماما من اليهود. لكن الفلسطينيين هم لازم يبتدوا الخطوه الاولانيه. لا شك انه يعني 6 اكتوبر يعني او
حرب اكتوبر يعني العظيمه كانت مصري عسكري يعني العسكريه المصريه على وجه الخصوص والعسكريه العربيه عموما في جدل يعني وكذا. يعني حقيقه ان البخاري العراقيين يعرفون التفاصيل عن حرب اكتوبر وتطوراتها وين وصلت وين الشهد راح يعني شيء حقيقه يلفت النظر. وهذا هذه هموم المواطن العربي في كل مكان. قضية فلسطين قضية مصر كلها هاي قضايانا نحن نهتم بها وندرسها كما لو كانت هي. عندنا موضوعين، أي موضوع تختار التلقيح هل هو ضروري أم لا أم وضع العراق؟ والتطعيم يعني نظرة تاريخية إنه أول من استعمله والعودة على الباب يعني لا أعرف بالضبط إنه كانت هذه رواية صحيحة ولا لا. إنه التشركس بلاد التشركس الكل يعرف إنه أكثر خصوصا مثلا في الدولة العثمانية والبلاد أيضا اللي كانت تابعة التشركس شعب كان أكثر يعني يمتاز بالجمال، فكان النساء تؤخذ في بلاط الأغنياء وبلاط الأمراء والخلفاء والرجال يستعملون للقوة العسكرية، فكان رأسمالهم يعني حسن الشكل واعتدال القامة، بس بنفس الوقت يحافظوا على هذا الشكل يعني ابتدعوا طريقة ولا أدري كيف توصلوا إليها، إنه لاحظوا إن البقر عندما يصاب بمرض الجدري لا يصاب مرة أخرى، فهم أول من ابتدع التلقيح ضد الجدري إنه يحدثون خدش بسيط فيدخلون جرثومة الجدري في الجلد وفي وهم صغار، فهذا تحمي الطفل في هذه الفترة يكون عنده التهاب بسيط، بس لما يكبر يصير عنده مناعة وبذلك لا يصاب بالجدري ولا يتشوه وجهه. واحنا طبعا كنا اظن الكل يتذكر في المدارس كيف كنا نجبر على تطعيم مأثور ودخلت اجسامنا الله اعلم الكثير من هذه الامور. الان ايضا يعاد النظر فيها ويعاد النظر فيها ليس من المؤسسات الرسمية ولا حتى من وسائل الاعلام المعتمد عليها يعني المين ستريم ميديا، وانما يعاد النظر فيها من نوع من المعارضه المضاده، المعارضه العلميه والمعارضه الاعلاميه المضاده، بانه في الحقيقه هذا الذي يحقن في تحت جلد الانسان، اولا الطفل لا يؤخذ رايه يعني طبعا هو قاصر. الاباء ما عندهم فكره واضحه عن المساله، وانما المساله تؤخذ بانه هذا حمايه للطفل فهم يوافقون عليه بالاجماع اجماع العالم يعني احنا راح نحمي الطفل. شيء اخر اصبحت شبه اجباريه، ولما صارت شبه اجباريه صارت المساله فيها تعمد. احيانا هناك اضرار عقليه. والاضرار العقليه في الحقيقه لا يمكن الوقوف عنها بصوره مباشره، لانه احنا لحد الان تنقصنا الكثير من المعلومات. بس انه يمكن في المستقبل يتم حقن الانسان باسم التطعيم برقيقه شيء متناهيه الصغر اصغر من حبه الرز تدخل تحت الجلد، وهذه تكون مثل يعني رقيقه الكترونيكتال، انه اولا ممكن متابعه هذا الشخص اينما ذهب مثل ما يمكن متابعه الان السياره في النافيجيتر. الان اي سياره فيها نافيجيتر او موبايل فيه نافيجيتر يمكن تتبعه في اي مكان في العالم. بهالحاله الشخص نفسه يمكن تتبعه بادخالها الى الرقيقه. الشيء الاخر ايضا ممكن تؤدي الى نوع من التغيير في الكيمياء العقليه او في الكهربائيه الدماغيه. ممكن التحكم بها عن طريق والامور لا تزال الكثير لا تزال في داخل المختبرات حكر على قله من العلماء التي ايضا حتى هذه العلماء يعني احنا لا نتهمهم بالتآمر وانما لا تعرف مجموعه ما يمكن ان تتم يعني التخصص زياده التخصص في هذا العالم تخلي كل واحد يركز في موضوعه ولا يستطيع ان ينظر ما يفعل الاخر في نفس الموضوع، الصوره المتكامله لا يعرفها الا القليلون. الغرض انه اذا كان مثلا الان اذا ظهر طبيب وقال لك التلقيح مضمون لانه كذا وكذا وكذا فممكن ان تصدقه وهو لا يدري وهو لا يتامر، ولكن في صوره اخرى قد لا يعرفها. وهذا
توقيت الشابات أم التين ايجر أم الأنبار أم الشابات فهواية طعم وصال حالات وفاة غريبة بالعمر من 12 سنة إلى 15 سنة وقتها صار ضجة بالإعلام الهولندي مع الإعلام صرفوا عليه والفلوس صرفوا على التلقيح ولقحوا كل يعني كل مرضى بصورة عامة بعدين صارت حالات وفاة وقفوا يعني طبعا محظوظة إذا توصل الإعلام الرسمي هو أبسط شيء يعني أخطر شيء إنه يتم قمع الآراء المعارضة وتم تمشيتها بحيث إنه من يشد عن الركب ويعارضها يبدو كأنهم بلاك شيب الشخص في الوقت الحاضر موجود الإنترنت المفروض واحد يكون أمي أو متعاجز إنه يسوي بحث هو بنفسه. أكو ستاتستكس إحصائيات تصير بين البحوث هذه وشوف طبعاً القرار الأول والأخير يكون للشخص نفسه وتقبله للمعلومة. تقول التطعيم لم يأخذوا رأي الطفل. فمسألة تأخذ رأي الطفل يعني وكأنه المحبة يصير رأي الطفل وهو راضي. بس بالنسبة لأخذ رأي الطفل. يعني هم هذا موقفهم اللي يقولون مثلا ضد مسألة الختان لا يحق للأبوين يعني إجراء هذه العملية للطفل لأن هذا طفل خاص إنه الطفل إذا شوه يمكن لما يكبر هو ما يريد هذه العملية أنا إذا مسافر في منطقة فيها ملاريا لازم الطعام يعني أنا بعتقد ده إنه يكون مثلا في نتائج مثلا يعني ناس أضيرت من هذه التطعيمات هذا شيء مقبول علميا يعني وإحنا لا أنا أعتقد رأيي الشخصي إحنا مدينين بصراحة للعمل عملية التطعيم دي لأنه أنقذ ملايين من الناس من الموت يعني ومن المرض والمعاناة مرض يمكن ما يقدر يتعالج فيه بعدين تاني فيما يتعلق برأي الطفل وقضية الختان ده حاجة لها مرجعية دينية لكن ده is completely different حكاية الـ immune system. يعني هاي موضوع بحد ذاته يعني كبير ولازم يراد له واحد متخصص صح. فالتطعيمات هي انقذت حياة الملايين ما نقدر يعني ننفيها كلها. بالنسبة لي كأخصائية أطفال اشتغلت بهذا المجال. الأطفال يعني لازم في بعض الأحيان لازم نعطيهم بعض التطعيمات هاي مثل الجذري الحصبة التعال الديكي الشل الأطفال إذا ما نعطيهم ممكن أن يكونوا يتعرضون للمرض يعني بعد فترة مرات يعني يعطي سايد افكت أو يصيب قسم من الأطفال يصابون بالشل بعد الباكسين يعني لأن انطوهم دوز ممكن يكون أكثر يعني عن الكمية يعني أو غلط بالتطعيم أو صار شيء يعني الجسم رفض هذا الشيء فهاي الأمور كلها يعني واردة بس إحنا ما نقدر ننفيها نهائيا أو نقول للناس مثلا لا تطعمون هذا برنامج عالمي وماشيين عليه من سنين قسم من التطعيمات هسه الجديدة ما معروفة شنو هي ممكن الإنسان يأخذها أو ما يأخذها بس هي مفيدة يعني ما نقدر إحنا نقول إنه هي طبعاً أي الصورة الصورة الواضحة والمعروفة للجميع إنه هو جاءت بالكيمياء يعني مثل الاسم الكيميائي إنه كثرت الإنتاج وكبرت وحسنت هذه هي الصورة الواضحة ولكن الرأي الآخر يعني إحنا مو نريد نحسب المسألة صالح رأي ضد رأي وإنما يعني لإثارة الانتباه إنه في شيء مضاد أيضاً يعني من بداية القرن العشرين كان كاتب مثل برنارد شو كان ضد التطعيم كان يعتبر إنه هذا إجبار الدولة تتدخل وتجبر الأبوين يعني أنت لا يمكن أن تكون بحجة حماية المجتمع أن تجبرهم يطعمون فكثير من الآراء من زمن قديم إنه وفر ضد هذه الإجراءات اللي اعتبرتها إجراءات تعسفية الدولة تتجاوز حدودها عندما تستخدم السلطات قوتها في إجبار الناس. الآن طبعاً بعد مرور السنين وجدوا إنه مثل ما قلت هي الآثار ما تظهر بجيل، في آثار تظهر مباشرة يعني مثل هذه التطعيمات أو مثلاً يصير شلل أو غير رسمي.
الرأي الآن إنه إحنا نخضع لمسألة تعطي نتائج مشجعة لفترة جيل جيلين، بس يمكن بعد أجيال يكون تأثيرها على كل البشرية تأثير الموضوع. حقيقة أولاً شكراً جزيلاً على هذا الموضوع. فإحنا إذا جئنا إلى أصل القضية، يعني مثلاً الثورة الصناعية التي صارت، هذا التقدم والتكنولوجيا والحضارة والمدنية كانت ضريبة كبيرة، ضريبة كبيرة على الإنسان، ومن ضمنها هذا التلوث الموجود في البيئة، هذا الهواء المسموم، السرطان اللي صار، وأمراض كثيرة. لذلك الآن بدأوا يرجعون إلى الطبيعة، يرجعون إلى أورجانيك. الآن في كل سوبر ماركت من الدخول نلقى الأورجانيك موجود. الكوتي برنارد شو هذا الذي ذهب إلى مكان في القرية، الآن عندما نذهب إلى هذه الأماكن الطبيعية بحيث الطبيعة والخضار والهواء النقي بدأ يرجع إليها الغربيين حقيقة. ليش؟ لأنهم وجدوا الآثار الكبيرة النفسية والاجتماعية والصحية الموجودة على من ضريبة الحضارة حقيقة. وكما ذكر الدكتور أنه في الواقع ما هو قاعدة تطبق على الجميع، يعني التلقيح أكو نفس بشرية بعض الأسن تكون حساسة وأسن بارد تصير بشلل، فما ممكن أن تطبق على الجميع في القاعدة للكل، فأكو أيضا أحيانا هنالك شواذ. ولكي الإنسان يوصل إلى النتيجة من الصعب جدا، يحتاج في مثل هذه الأمور أحيانا إلى 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 تخصص، لأنه أنت إذا واحد دخل إلى عالم التنمية في مثل هذه المواضيع يجد الغث والسمين وكميات هائلة، ومن الصعب أن يوصل إلى conclusion مضبوط ما لم تكن هنالك دراسة تقنية علمية للوصول إلى نتائج موضوعية حياتية صحيحة يمكن أن يطبقها ويستفيدها. لذلك هذا العالم الواسع والكبير اللي هو الفضائيات والمعلومات وهذه فيه أشياء كثيرة منها الالتباس، يعني أن تكون هنالك مافيات السيطرة على أدوية معينة وتبيعها بأسعار عالية وما تخلي بلدان ضعيفة تستفيد من عندها. موضوع جميل جدا وشيق وتفاصيله كثيرة جدا. أقول أن أنا أقترح لو والحديث الأم ذاته أفرد الجزئيتين من الموضوع، يعني التلقيح أقصد استخدام الأمصار الوقائية بالنسبة للأطفال والإنسان عموما يعني، والتلقيح بالنسبة للإنتاج الزراعي والحيواني كده، يعني أي دواء يعني حسب يستخدم في أي حتة في دولة في العالم إذا كان ظهر عنده يعني أضرار، دي حاجة قانونية معروفة عالميا، لو ظهر له أضرار يعني بتضر الإنسان وثبتت هيئة الصحة العالمية بتستبعد خالص. أنا شوية معني بالإحصاء هذا البلد أمران يجولان وزارة الصحة والNHS. الأمر الأول هو عدد سكن البلد ممن تجاوز 100 سنة، يعني الأعمار بدأت تزيد عن 100 عام وفق إحصائية. الإحصائية الأخرى اللي أشارت إليها الأخت عن هولندا هي ليست هذا التلقيح مقصور على هولندا بل هو هنا. الإحصائية اللي مطلقة هي أن عدد الولادات من البنات اللي عمرهم 13 سنة بدأ يزداد بشكل يثير وزارة الصحة. فهاي الأبر اللي يضربوها هي عملية تحجيم الرحم لسنوات الخمس، يعني هي 13 يعني before the GCSE